السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليكم، صباح الفل، صباحكم معطر بنور الله وبذكر الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. من زمان ما صورتش فيديو بصوتي، كل مرة كنت بمنتج يعني كده، فقررت النهاردة نعمله بصوتي. تعال أول نشرب معايا قهوة، بنحب نشربها كده باللبن، بس بنحب نشربها باردة يعني. كنت في السوق وكنت بنشتري شوية حاجات يعني عشان خاطر المولد الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، يعني شوية مكسرات على شوية حاجات لازماني كده في البيت، فحبيت نوريها لكم علشان خاطر نعمل حلاوة المولد ان شاء الله مع بعض. اشتريت شوية بس حاجات بسيطة كده، وفي حاجات لسه كمان هنكملها بكرة ان شاء الله. فهوريكم اول حاجة جبتها ايه، كانت نقصاني يعني في البيت. اول حاجة جبتها كان دبس الرمان، كان عندي شوية بجين في الجزازة. بصراحة استعملت النوع ده ولقيته حلو، المزازة اللي فيه مش زيادة يعني مظبوطة، بيكون حلو في المشويات وفي الفراخ المشوية بالذات، بنستعمله على طول ما بنستغناش عنه. فدي اشتريتها، كان سعرها متهيألي كده 25. انا مش هنفيدكم في الاسعار علشان خاطر انا بصراحة بننسى الاسعار، لان انا بصراحة عليها نجي بس اللي انا عايزاها وجوزي هو اللي بحاسب. اشتريت كمان علبة بيكنج باودر، انا بنستعمل على طول كيك شيف، لو انتوا متابعين يعني فيديوهات وكده كل المخبوزات بنستعمل فيها كيك شيف، بصراحة افضل من البيكنج باودر. بس انا لما رحت عند العطار اللي بنجيب منه حاجته ديت ما لقيتش عنده كيك شيف، لقيت عنده بيكنج باودر بس، فقلت حلو. جبت العبوة اللي هي 50 ظرف، الظرف فيها حوالي 18 جرام تقريبا كده، ما بنستغناش عنها زي ما انتوا عارفين المدارس داخله بقى ومعجنات كل شويه وعيش وكايزر ومش عارف ايه، فكل شويه بنستعمل منها، فبنجيب حوالي مرتين او ثلاث مرات في السنه علبه زي دي كامله على بعضها. نخش بقى على المكسرات اللي جبتها عشان خاطر المولد النبوي. جبت من كل حاجه عينات صغيره علشان خاطر طبعا احنا عارفين الحاجات ديت غاليه، وكمان عشان خاطر يعني عايز التلاجة وكده، وانا تلاجتي بصراحة ما فيهاش اي مكان نحط فيها اي حاجة، انا حاطة فيها فاصوليا وحاطة فيها عدس وحاطة فيها حاجات كمان لان شقتي حر، فما ينفعش نحط اي حاجة في المطبخ كده، لازم كل حاجة تحط في التلاجة عشان بتبوظ من الحر ده. جبت اول حاجة ده بندق بالقشر بتاعه، جبت حوالي ربع، انا عندي شويه برضو جوه يعني حوالي ربع كمان، فجبت عليه كمان ربع. السعر برضو مش عارفه، الاسعار بصراحه المكسرات غاليه السنه دي عشان خاطر مرض النبي، وعشان خاطر هي سيزن كده كده غالي، فغلت اليومين دولت عشان خاطر مرض النبي. يا رب بس تكون الصوره واضحه. جبت كمان عين الجمل برضو، جبت ربع. انا عندي من كل نوع مكسرات شويه صغيرين بس ما يكفونيش ان انا نعمل حلاوه المولد، فجبت من كل نوع ربع بما ان هو غالي، وغير كده كمان عندي يعني تكملته، فجبت من كل نوع ربع. حلاوه المولد بتكون حلوه في المكسرات دي بالذات، فبنعملها يعني بالجوز احسن، كمان بتكون طعمها حلو وفيها سنه قرمشه حلوه كده. فجبت كمان ربع عين الجمل. هنا ده فستق، بصراحه ما كانش عاجبني النوع ما كانش كويس قوي، فجبت منه ربع بس، وعندي شويه من نوع احسن منه هنستعمله، وده هنخليه لاي حلويات ثانيه، فانا عندي ربع تاني نوع احسن من كده، فجبت بس من ده ربع عشان خاطر بس نستعمله في اي حلويات. جبت كمان لوز، اللوز بقى هو اللي جبته حلو، اللوز برده مش متقشر، لوز بقشره ولا متحمص ولا اي حاجه، كل المكسرات دي مش متحمصه زي ما هي كده، فهنجيبها هنحمصها انا وهنعملها معاكم ان شاء الله في فيديو بتاع حلاوه المولد. جبت كمان فانيليا، اللي استغربت منه بصراحه هو الفانيليا. الفانيليا الكيلو عامل 800 جنيه، فعشان كنت الاول بنجيب نص بصراحه، وكنت بنعبيه في علبه كده ونحطه ومعاه معلقه بناخد بيها لحد ما يخلص، وكنت بنستعمل السايله برده، بس السايله فيها ريحه كده ما بنحبهاش. السائل ممتازه وكل حاجه، بس ليها فيها طعم كده وريحه ما بنحبوش، فجبت من الفانيليا ديت البودر، بنحبها ريحتها حلوه وريحتها نفاذه كمان، وبنستعملها على طول في اي حاجه. فجبت ده ب 100 جنيه، الشويه اللي انتوا شايفينهم دول انتاج ما يجيش ربع، حوالي تمن ب 100 جنيه.
كنت كل مرة بنجيب نص، النهاردة جبت تمن علشان خاطر كل حاجة غالية يا نور، ربنا يسترها معاك. جبت بقى مية ورد. الحاجة الأساسية في حلويات المولد بحالها النكهة الأساسية يعني هي الفانيليا ومية الورد، ومية الورد كمان هي الأساسية في كل الحلويات بتاعة المولد بالذات. فجبت دي بالذات، أنا فاكرة سعرها دي بحوالي 12 جنيه. أيوة 12 جنيه. جبت ايه كمان؟ جبت باكو كريم كراميل وباكو واحد جيلي. بس انا عندي من الجيلي ده الفراولة عندي 5، وعندي كمان انواع تانية، فجبت كمان واحد بس يعني كان تكملت الفلوس كده، فجبت بقى واحد بس. اما الكريم كراميل ما كانش عندي بصراحة، فجبت ده فيها 2 باكت من جوه بنعمله مرة واحدة. اما الجيلي بنعمله على طول، يعني الجيلي تقريبا 2 3 مرات في الاسبوع بنعمل جيلي. هاخد ايه من المكسرات تاني؟ جبت سمسم ابيض للحلويات، ما لقيتش سمسم احمر، يعني انا كان ناقصني شويه حاجات برضه هنكملها بكره. ناقصني الفول السوداني والحمص اللي هو بتاع الحلويات، وناقصني السمسم الاحمر. الثلاث انواع دولت ما لقيتهمش. انا لقيت الفول السوداني هناك بس ما كانش عاجبني بصراحه، كان لونه مصفر كده ومش حلو، وزي ما كان متخزن عنده من زمان فما جبتش منه. جبت السمسم الابيض ده برضه نص. جبت جيلاتين بودر. الجيلاتين ده جيلاتين نباتي مش حيواني، يعني جيلاتين حلال بنستعمله على طول في الحلويات بتاعتي، فبنجيبه فرط كده، ما بنجيبهوش من هو الالواح ديت، لان الالواح دي مش معروف مصدرها ايه، فبنجيب اللي هو الفرط ده احسن. جبت ده حوالي ربع برضو. جبت بقى حمص، الحمص بتاع الكشري او الحمص بتاع الطبيخ يعني، جبت منه نص لان مش موجود عندنا هنا في بلدنا اللي احنا فيها هنا، مش موجود. سالت عليه بقى لي اسبوع كده بنسال عليه، بنعمل كشري ما بنلاقيهوش، فجبت منه نص برضه. المكان اللي بروح نجيب منه ده عطار، وفي مستلزمات حلواني، يعني بيبيع عطاره وبيبيع مستلزمات حلواني، كل حاجه عايزينها بتلاقوها هنا. انا عندي شويه حاجات بس روحت عشان خاطر نجيب مكسرات، بس طبعا عشان نجيب مكسرات لازما نخرم كده على اي حاجه. جبت كمان 2 من شوكولاته سما، انا بحب استعمل النوع ده في الشوكولاته الخام بالذات، ما بحبش نستعمل اللي هي الجوارب على بعضها او الكيري على بعضه، وده بيكون افضل في التسييح وبيكون افضل في كل حاجه. جبت نوع بني مش باللبن، بني بس، وجبت نوع ابيض. معلش يعني عشان الميكروفون ده، انا عملت النهارده الفيديو بصوتي. جبت كمان شوكولاته او حاجات للتزيين كده، فرماسيه وشوكولاته وحاجات للتزيين كده لتزيين الكيك. وجبت بقى دي شوكولاته للاكل كده بناكلها كده لوحدها. جبت من ده ربع ومن ده حوالي زي 20 جنيه او حاجه. انا كنت بصراحه بالنقدي والجوز هو اللي كان بيحاسب، فما اعرفش الاسعار. اساسي برضو مع ميه الورد في المكسرات هو عسل الجلوكوز، كان عندي 2 عبوه فجبت كمان واحده، يعني كان عندي 2 كيلو فجبت كمان الكيلو. الكيلو ده ب 15 جنيه لانه بيكون اساسي في المكسرات، جزء عسل الجلوكوز وميه الورد وسن الفانيليا لو انتوا حابين يعني، بس هي ميه الورد الاساسي. معلش ميه الورد الاساسي هي والعسل الجلوكوز والبيكنج باو البيكنج صودا، فكان عندي ما جبتش بصراحه. جبت ايه تاني؟ جبت الوان صناعيه، كان عندي الوان لون اخضر، جبت لون احمر ولون اصفر، هو باين اورنج كده او برتقالي، بس هو لما بنحط على الاكل بيكون اصفر. وجبت لون احمر عشان لو عملنا ملبن مثلا بالمكسرات ان شاء الله يعني في حلاوه المولد هنحتاج اللون الاحمر، وممكن نحتاج اللون الاصفر لو عملنا كمان حاجه حلوه للمولد برضه. كل سنه وانتم طيبين، وصلى على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام اهم حاجه. جبت 2 سبرينكل، واحده حراجة واحدة لا، يعني واحدة حامية حار وواحدة عادي. بنحتاجهم في الاومليت، لو عملت اومليت، لو عملت مثلا شكشوكة بالبيض، لو عملنا مثلا بانيه، يعني بنحتاجهم كده ساعة الاكل كده. وجبت منهم 2. السعر برضو مش عارفة بصراحة، لو انتوا عايزين تعرفوا الاسعار انا هنشوف الورقة من اللي احنا جايبين بيها الاسعار، فاللي عايز سعر اي حاجة يكتب لي في الكومنتات وهنقول له على الاسعار. جبت كمان فول، الفول ده من المستورد اللي هو الحبه الصغيره،
كان عندي فول بلدي وخلصته بصراحة. كانت جماعتنا يعني زارعينه وجاب لي فول بلدي فخلصته استعملته وخلصته، فجبت ده فخاطر نعمله ونشيله في الفريزر علشان خاطر انت عارفين طبعا المدارس والفطار الصبح لازم الطعمية ولازم الفول. فجبت شوية، جبت حوالي كيلو برضو، جبت هنا كمان شوكولاتة من الصغيرة دي، الشوكولاتة دي برضو زي دي بالظبط بس ديت يعني بني ودي اصفر، بس عشان خاطر نزين بيهم الكيك مثلا. ساعات والله العظيم الاولاد بياكلوهم كده من غير تزيين كيك من غير حاجه، يعني الاولاد لو هم هنا في الشقه ما كانش يتني ده خالص، ما كانش يتني ده خالص لغايه دلوقتي. بس انا استغليت ان هم مش في الشقه بصراحه، في مشوار مع باباهم، فقلت مصور لكم كده بصوتي عشان ما ننتش تاني ولا حاجه. جبت ايه تاني؟ جبت الجلاش ده، بستعمل نوع الندي، وفي نوع تاني اسمه الرضا برده، الاثنين حلوين. جبت اللي هي الكيس اللي هو يكون طويل كده طوله متر، بيكون فيه حوالي 20 من ده، وبيكون فيه مسروده ومخروطه حوالي برده 5 مسروده و5 مخروطه، الباكت على بعضه بيتباع على بعضه كده، بيكون اوفر من بره وبيكون طري ولسه صابح معمول جاي من المصنع على طول. فجبت منه على بعضه كده، جبت باكت على بعضه او غابوه على بعضها مش عارفه اسمها ايه، يعني حاجه زي الكيس كده طوله متر. الكيس ده بيكون فيه 20 من دي حوالي 20 يعني، وبكون 5 مسروده و5 مخروطه و5 كنافه برده لو انتوا عايزين، يعني مشكل كده. ولو انتوا عايزين برده في الباكت على بعضه ومن ده، بنجيبه نحطه في الفريزر هو والمسروده والمخروطه، وبنستعملهم وقت ما بنكون مستعجله وقت ما بنكون مش عايزه نعمل مخروطه او مسروده بايدينا، بنطلع الكيس على طول وبنستعمله. اما ده بنجيبه صابح كده بيكون حلو. وساعات كمان بنجيب اللي هو اللي بيكون نلعبوه على بعضها الجلاش او الجلاش البلدي اللي بيكون جاي ابوه على بعضها 5 كيلو، بنجيب ال5 كيلو على بعض وبيعملهم كيلوات او انصاص، كل كيلو لوحده او كل نص لوحده وبنحطه في الفريزر بنستعمله بيكون حلو. احسن من ده، بس ده النوع ده بنحبه عشان خاطر بيكون الورقه فيه طريه ومش متكسر منه حاجه. جبت كمان الرجاج الناشف، جبت 4 علب من دول. النوع ده حلو، الرجاج بتاع الرجاجه بتاعتها ما بتكونش لونها احمر من جوه، كلونها حلو فتح علشان خاطر تعرفي تحمريه او نعرف نحمره حلو في الفرن زي ما انا عايزه، ندي اللون اللي انا عايزاه. جبت 4 علب من دول. احنا عندنا مولد النبي عليه الصلاه والسلام بيكون زي الموسم كده عندنا، او في احتفال في اكل وفي حلويات وفي كل حاجه، فلازم نعمل زياره زياده للعطار، في كمان زياره كمان عشان خاطر ناقصنا فول سوداني وناقصنا حاجات يا اما مكسرات ما جبتهاش، وناقصني برضو شوية صوصات كده بنستعملها في الكيكات او في الاكل عموما، وناقصني كمان صويا صوص. انا جبت بس شوية حاجات كده لان بصراحة كنت في السوق يعني وجايبة خضار وفاكهة وبتاع، ما كانش بقى معايا فلوس كتيرة، فجبت بس اللي انا عايزاه دلوقتي، وان شاء الله بكرة عندي مشوار برضو هنكمل اللي انا عايزاه، يكون بس جاب لي الحاجات اللي انا عايزاها وقلت له عليها. هنقلمه بقى الحاجات ديت وهوريكم جبت ايه كمان عشان نعمله مع بعض ان شاء الله في المولد النبي. هنا كمان جبت من السوق، جبت تين، جبت الباكت ده على بعضه او الكرتونه دي على بعضها، الصندوق ده على بعضه يعني، في حوالي 10 كيلو طبعا اتوزع وزعت اللي وزعته، والباقي هنعمله مربى معاكم علشان خاطر المدارس، ما بنحبش نشتري مربى من بره ولا بنشتري عيش فينو ولا بنشتري اي حاجه من دي، كل حاجه بنعملها في البيت حتى الجبنه الكريمه بنعملها في البيت. فجبت التين ده حلو، بنحب نجيب التين اللي هو حبته صغيره يعني وسط كده مش كبيره، وما بيكونش مفتح، المفتح ده بيكون فيه بايظ او حمضان كده فما بنحبش نجيبه. نجيب ده حلو، بنقطعه صغير، بنغسله غسله حلوه، بنقطعه قطع صغيره وبنحطه على البوتاجاز، وبنعمله مربى عادي للمدارس. هنعمله معاكم ان شاء الله، هنقول لكم طريقه حلوه للمربى وازاي تحتفظوا بيها كمان في الثلاجه فتره طويله ما تعملش معاكم اي حاجه. لو عجبكم بقى الفيديو بصوتي، ولو عجبكم فيديو المشتريات قولوا لي ونعمل لكم فيديو اكتر من كده على مشتريات السوق وعلى المشتريات اللي احنا بنجيبها للحلويات دي، كمان مشتريات بسيطه. اكتبوا لي في الكومنتات لو عجبكم الفيديو، ولو عجبكم الفيديو بصوتي من غير مونتاج برده اكتبوا لي في الكومنتات. اخر حاجه حابه نقولها لكم، حابه نشكر كل اللي اشترك معايا في القناه وكل اللي بيكتب لي تعليق حلو لكم بالمثل ان شاء الله. وفي الاخر بقى بنقول لكم صلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام واستغفروا الله، كثره الاستغفار والصلاه على الرسول بتغير القدر وعن تجربه شخصيه.
يعني لو استغفرت رسول، لو استغفرت ربنا وذكرت الرسول عليه الصلاة والسلام في أي وقت وانت بتغسلوا المواعين وانت بتعملوا حاجات زي دي، ان شاء الله اللي عنده هم هيزول واللي عنده مشكلة هتروح بإذن الله. بقى هنقول لكم بقى السلام عليكم، الفيديو كده طول معلش. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام، واشوفكم في فيديو تاني، مع السلامة.